يا رازق الدودة في الحجر والطير على الشجر، ترزق حميدة بنت تفيدة بعريس ابن حلال جميل جمال، ان شاء الله حتى يكون له مثال. حمود بحصها يما، ذنب في رقبتي. يا عيني عليكي وعلى بختك العكر. انا عارفه راحوا فين العرسان. زمان وانا صغيره كانوا العرسان على قفا من يشيل لحد ما اختار ابوكي. انا ما اقدرش اصبر زياده عن كده، شوفوا لكم حل. الصبر نفد مني خلاص. مالك يا عزيزه يا اختي؟ انت عارفه ان جوازتك دي تمت هتبقى سبب تعاستي وشقايه؟ يا نصيبتي. يعني ايه؟ يعني هفضل طول عمري عايشه لوحدي؟ وحيد ونهان شريط حيران، ابكي وانوح على هوايا واضحي قلبي في يوم في يوم في يوم هنايا؟ انت عارفه انهم مش عايزين يجوزوني لما تتجوزي انت. هم دلوقتي هيتجوزوني الباز افندي غصب عني. كويس كده يعني؟ يعني ايه يا عزيزه يا اختي؟ يعني هفضل طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس ابدا على عقل الباطن. مالكوا يا بنات؟ بتتوشوشوا على ايه؟ ياما انا عايزه اجل جوازي شويه لحد ما ربنا يوعد عزيزه اختي بابن الحلال. ابن الحلال موجود يا حبيبتي. الباز افندي راجل ابن راجل وعليه كرافته ترد الروح. ياما انا ما بقبلوش الكلام ده يا عزيز. امال عايزه تتجوزي مين؟ عبد الحليم حافظ؟ اخر زمن البنات تنقي عرسانها. ياما وانت اللي هتتجوزي ولا انا؟ انا افصل وانت تلبسي، انا اطبخ وانت تاكلي، انا اخطب وانت تتجوزي، فاهمه ولا لا؟ وانت يا حميده شنكلي لك واحد من الاثنين دول يلا وخلصينا. انا خلاص ياما شنكلت واتشنكلت. مين هو يا حميده؟ احلى واحد فيهم ياما ابن حميده. الف مبروك الف مبروك، البخور اشتغل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عواف يا ام حميده. يا عفيف يا حنفتي، تعال شوف لك حل مع استعزيزه. ايه يا عزيزه؟ زعلانه المدام ليه؟ يابا انا عندي اموت ولا اتجوزت البازا فندي ده. كلام ايه ده يا عزيزه؟ ده راجل انا نفسي اتمناه. بس يا ريس حنفي، ما دام ما بتحبوش مش ضروري تغصبوه على جوازه. وانت مالك يا بارد انت؟ حد خد رايك؟ كده؟ طب حقك عليا وعلى كل حال البلد ده برقبتي. طب قدم رقبتك منك لو. الله يسامحك. وانت يا حميده ربنا يفك عقدتك انت كمان. هو يرزقك بابن الحلال يا حميده يا بنت حنفي. ازيك يا ابن الحلال؟ الله يخليك يا انسه حنفي. الشاي عزيزه. الفطير يا حميده. حاضر يا ابني. اوامك، عاوز اكل. على عيني يا ابني. اموري ولا نفذ يا ابني. يما افتحي له الباب يما. يا حلاوتك يما. اتفضل يا حسن افندي، اتفضلوا اتفضل. وناويين تسكنوا فين يا شبان؟ والله يا ست ام حميده احنا بعد ما نشرب الشاي هننزل ندور لنا على اوضه ولا حاجه. ودوروا ليه يا ابني؟ ده احنا عندنا تحت اوضه بحري جنوبي شمالي قبلي. يعني خشها الشمس والقمر وتبقوا جنبنا واحنا جنبكم. عايزتوا حاجه بالقافيه؟ محتاجه. انت متاكد ان الاوضه دي كويسه ولا يعني رخرة مورماندي تو؟ مورماندي ايه يا سيدنا الافندي؟ بقول لحضرتك دي قصر منيل، دي مصلحه المواني والمناير. حبت تاجرها منا ما رضيناش ابدا. يا سلام. انت ليه ما بتعرفش سويسي؟ ده انتوا حظكم السما اللي وقعتوا في ايدينا. قولوا لهم مبروك يا بنات. على ايه تاني يما؟ اجروا الروف جاردن اللي تحت. يا سلام يما، تقوليش اتخلق لي واتخلقت له. يا بنتي من صبر ظفر. ظفر؟ هو في اكتر من كده ظفر. يلا يا بنات انزلوا نضفوا لهم الاوضه. يا سلام، احنا اللي نضفها ليه؟ هنسكن فيها. يعني ايه هنسكن فيها وسخه؟ اذا كان عاجبك. يلا يا عزيزه يا بنتي، الاوضه وسخه قوي، محدش يسكن فيها بحالتها دي ولا البهايم. الله يخليك يا ريس. يلا يا حميده انزلي مع اختك. يا سلام عليك يا اما، مش تستني لما ابن حميده يشرب الشاي. يا بني باكل. كله بتاكل. بس بتاع عينك كويس يا بنت، انت فاهمه الباز بتاعك ولا ايه؟ بشر اذا كنت انت ولا الباز. لكن هتتجوزيه غصب عن عينك. ده بعدك، ده انا اتجوز اللي على مزاجي انا. مزاجك؟ وانت كمان لك مزاج؟ طبعا، والا ما كنتش كرهتك من اول نظره. طب انا بتكرهيني والباز بتكرهيه، امال بتحبي مين؟ مع الاسف لسه ما لقيتش راجل عشان انا احبه. مش معقول. مش معقول ليه؟ هو لازم كل انسان يحب؟ ايوه، كل انسان طبيعي لازم يحب. طب انت بتحب مين؟ بكل اسف لسه ما لقيتش بنت مؤدبه اقدر احبها. انت يا قليل الادب. طب وانت زعلت ليه؟ عشان انت بتقول كلامي زعل اهو. طب ما تزعليش، حقك عليا.
انا صحيح ما حبيتش لغايه دلوقتي، لكن لو لقيت واحده حلوه ولسانها طويل حبتين يمكن احبها، ومش بعيد ابدا اني اموت فيها، ويجوز كمان اني اعبدها. وكمان بتمد ايدك عليا؟ انت هتنضفي الاوضه ورجلي فوق رقبتك. عايزني اشتغل تشتغل معايا، مش خدامه ابوك. ابويا؟ اه ايه؟ حاجه غريبه دي. ايه ما تفتح انت كمان، انت كده بتعمل مصيبه. يا سيدي طولي بالك يا جدع، مش كتر خير اللي بيساعدنا. امسك معايا حد بعد حد. خد ايدك انت مع امك في ايدك. ساعد حد. ايدك مين يا اخي ما تيجي تخلصنا من النيله دي؟ مدام ايدو. ايوه اهو. يا طلعني يا عم حميد. ايدي داخل هتخرجوا من هنا كده اهو. الحمد لله على سلامتي. تعال يا اخويا اخويا اتفضل اتفضل. يلا خش. الله يا حسن. خلصتك؟ استنى بشوف رجلها. فين؟ فين؟ هنا 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 يا اخويا. الحمد لله ما خش. معلش ادعك لك. ايوه ايوه براحة براحة براحة. الله ما عليك يا ابن حميد وانت مش هتخلصها من المنيل. تعرف يا ابن حميدو ولو انهم بنات اشياء انما دمهم خفيف. يلا شد حيلك يا عم علشان نجوزك عزيزه. عزيزه؟ عزيزه مخطوبه للباب. نفسخ الخطبه. انا هكلم لك امها. لا يا ابن حميدو الجواز دي حاجة مهمة مش لازم الواحد يتصرف فيها. واحنا جايين السويس مش عشان نتجوز، احنا جايين عشان نشتغل. يلا بقى نام وبكرة الصبح هنروح نستلم المركب. مركب؟ مركب ايه؟ النورماندي انت نسيت؟ تصبح على خير. وانت من أهل النورماندي يتوب. أهلا. يا ممكن أيها الصياديون، يسعدني بصفتي مدام حنفي شيخ الصيادين أن أسلم قيادة الباخرة نورماندي تو نورماندي تو إلى أصحابها الجدد حسن أفندي وابن حميدو أفندي. تعيشوا محميدة سيدة البحار. تعيشوا محميدة سيدة البحار. مش عايزة هتاف خاص، عايزة هتاف عام. يعيش البحر الأحمر المتوسط. يعيش البحر الأحمر المتوسط. والآن أيها الإخوان المجتمعين في هذا الصوان من سالف العصر والأوان، أسلم حسن أفندي القبطان وابن حميد أفندي القرصان المفتاح الذهبي للباخرة العظيمة نورماندي تو تو تو. الباخره
والآن سيري يا نورماندي بسم الله مجراك ومرساك. اهلا ست عزيزه. اديني والنبي شمامه وبطيخ. شمامه وبطيخه يبقى صحيح اللي سمعناه. ايه هو ده؟ هو جيران الهانة. دول باين عليهم عزاز قوي اللي هتاخدي لهم صنفين. ولو في تفاح كمان كنت خد. يا ست ربنا يتمم بخير. ام احمد اهلا بالعروسه. والنبي وقتين كوسه وقتين بطاطس ورتلين ملوخيه. الف مبروك يا ست عزيزه. على ايه يا ام احمد يا دي الفضيحه؟ فضيحه ليه يا اختي بعد الشر؟ هم عريسين يتقال عليهم فضيحه؟ دي البلد كلها عارفه. يا ندامه والنبي يا ام احمد لسه كريم يا رب.